عليكم بنات، سلام عليكم امهات، سلام عليكم الرجال حتى هما اللي كيشوفوا هذا الفيديو وباغيين يصلحوا لا كويزين. مرحبا بكم. اليوم جيت عند عبد الفتاح، حتى انا اختي بحالي بحالكم. واحد السيده عطيتها هي النمره ديال عبد الفتاح، حتى قالت لي ضروري تجي تصوري لا كويزين تشاركيها مع الناس. غنبغي نقول لها شكرا ودعيو معاها باش تدخل على هذه الكويزينه بالصحه والتيسير والرزق، واهم شيء هي صحيحه وراحه البال. هنا جيت عند عبد الفتاح ان شاء الله باش نتحركوا عند السيده، وكنوريكم في البلاكارات اللي عنده في المحل هاد لا مارك ايبيزا. كنوريكم هذاك الشيء اللي كيجي لي زاكسيسوار اللي كيجيو مع لا كويزين. صراحه تبارك الله هادشي عنده غزال، واكثر حاجه كتعجبني هي عنده كاليتي زوينه. البنات هادشي راه فيه الدوزيام وفيه التروازيام، فيه التركيا، فيه هنايا هاد البيبان ديال تركيا، ولكن الصنادق اللي دخلانيين راه ديال الاسبان ماشي ديال تركيا. البنات الصنادق الا كانوا ديال تركيا راه كيكون لا كاليتي ناقصه. البيبان ديال تركيا ولكن زوينين، مخدومين بطريقه زوينه وما تخافوش منهم. اكثر حاجه غنبغي نصحكم الناس اللي بغاو يديروا عنده شويه البيدجي تقدروا ديروا هادو ديال ايبيزا. ايبيزا زايده الثمن ولكن زوينه. البنات هنايا غنخليكم تشوفوا الكوزينه قبل ما تصلح. شوفوا صراحه تغيير جذري، تغيير خطير. تسناو تشوفوا من بعد الاصلاحات راها تبارك الله ما شاء الله جات فنه. انا بعدا حماقيت عليها. شوفوا معايا المتتبعه كيفاش جات الكوزينه، انا الصراحه فرحت بزاف. مهم هو عبد الفتاح تكلف لها بالدار كلها، البنات السفلي كامل تكلف به، تكلف. من بعد غادي نوريكم هنايا صايب لها هاد لينيش اللي فيهم اللاد. ويا اختي الكوزينه تبارك الله ما شاء الله جات غزاله وجات حلوه في الشوفه. فريمون كل كوزينه كيتفنن فيها، كل كوزينه صراحه كيدير فيها واحد اللمسه ديالو تبارك الله عليه. الناس اللي بغاو نمرتو غنخليها لكم في اول تعليق. ما تنساوش دعموا اختكم حفصه باللايكات والكومونتيرات الزوينين اختي، ودصروني وفشوني. يلا مرحبا بكم، تشوفوا الكوزينه وقولوا لي الاراء ديالكم. نقدم لكم هذه الكوزينه اليوم، قولوا لي كيفاش غتجيكم. صراحة أنا عجبات الله عليك، خلاص كوزينة زوينة عجبتني. أنا سيختو أول حاجة عجبتني في الكوزينة هي شنو؟ عجبتني بزاف زوينة، وسيستم كيفاش بونسيك لا دادا فتح. وتقدروا تحطوا فيها زعما الكويسات ديال ياك تحطوا اي حاجه كيف كيف يخدع الديكور يعني. الصراحه زوينه تبارك الله جات غزاله، وداك الليد عطاها واحد لو شارم في الشكل. المهم الليد راه فيها في لي دوكو تاعك تبارك الله غزاله. المهم انا عجبتني. هنايا ثاني حاجه اللي عجبتني في لاكويزين هي شنو قلتي لي هذا سميتو عبد الفتاح؟ هذا الهارت ستون. ايوا ماشي غير هارت ستون، هذا ما كيتشرط ما فهمتش ما تيبقى ليه والو. تسخوني كيصبر لها بصح بصح واش تسخون يعني واخا دابا واخا تبغي فيها تشرطو ما كتمسحو كيتمسح والله لا. و سميتو الديكور ديالو زوين، اللون ديالو بعدا زوين بالنسبه للناس اللي كيبغيو الابيض. بالنسبه للسخونيه ولا شي حاجه كيصبر بلاصه هذا تبارك الله زوين. الناس اللي باغيين يديروا البيض، وهذا كيتقام زايد شويه الثمن على الجالاكسي ياك. لا زايد على الجالاكسي الثمن زايد شويه ماشي غرانيت. راه بصح في الملمس ديالو بحال لي مات هذا شويه بحال لي مات مات. وهنايا البلاكارات كيفاش خدمتيهم ما عملتش حتى حيت الجو ماشي بواني انتغري، وفي نفس الوقت ولا بواني انتغري كيفاش ماشي بواني انتغري. هنايا درناها بسيستم كولا داكوغ، يعني كت كتخشي يدك من الفوق وكتجر. بالنسبه للناس اللي ما باغينش البوانيات كاع درنا تشلد هنايا في البروفيل الفوق كيف ما غيبان لكم في الكوزينه من فوق البلاكارات غيبان لكم واحد اللاد دايز من هنا. مهم هذا السيستم كيتخدم على حساب الزبون كيفاش بغى الكوزينه ديالو، واش دوز فيها اللاد من هنا ويدوز دوزينو مثلا تحت البلاكارات. صراحه زوينه، انا ندمت لي ما دوزوش من التحت والله زوين، كيعطي واحد الديكور زوين. وفي الفوق تخدموا لي بورتوس كتقيسهم كيخرجوا ياك. زوينين هاد السيستم بحال هكا زوين. وعاد لهاد شنو كنتي قلتي لي على هاد الصنادق؟ قلتي لي كاينين جوج ياك؟ هادو ديال الاسبان يونيش ديال الاسبان ديال الاسبان داكوغ. والبيبان البيبان ديال تركيا ها انتوما. المهم الاكسسوار ديال الاسبان بحال هاد الشعر و التوسلاج ديال الاسبان هادشي كله ديال الاسبان
باش تعرفوا راه حتى هاد البياسات الصغار راه فيهم حتى هما كيتزاد الثمن وكينقص الثمن. وهنا درت شي هاد البوطه هكا ديال فرانك ديال 6 كامل دارو ديال لا 5 درتي هنايا هاد هادي زوينه صراحه اونكاستري صراحه. المهم كيف ما قلت لكم هاد لا هوت كاستري راه كتجي فنه وعاد ما كتشدش لي سباس وما كتجيش خارجه مخيبه الديكور. المهم شوفوا معايا هنايا جات في وسط البلاكارات فنه هنايا ديال العطريه هاد الشاريو عاوتاني مبدل على هذاك اللي صايب لي انا بحال الصراحه والله الا كلهم زوينين والله وزوين لانه ما تصداش واخا راه تكب عليه الماء شحال من مره والله الا باقي انا اكسبري بغيت نتيست بغيت نشوف واش زوين نيت واش كيصبر ولا ما كيصبرش. قلت لها تصدى كنقولها لهم في الساعه عندك الزهر لي شاريو الصراحه زوينين. وحتى هادو ديال المعالق حتى هادو ديال المعالق والله الا زوينين تينفعوا. المهم هنايا فيهم ديال الماسك كريستال وانتي باكتيري ما كتهزش دوك لي باكتيري ياك والله الا زوينه دير لا حتى هي ديال الطباسل ياك لي كاسرول اللي تما زوينين والله الا هنا زوينين الصراحه هادو ديال الطباسل والله الا خاصهم يكونوا في الكوزينات ضروري لانهم الطباسل ما كيبقاوش يتهرسوا ملي كيكون طبسيل فوق طبسيل ضروري ما كيطيح شي واحد على الاخر كيتشقف. وهنايا درتي هاد مكنوم بتوصلات زوينين زوينين صراحه البلاكارات هما اللي ما تكونش فيهم لي بواني فراسك. ودرتي ليها هاد لافابو لي فيانيت مخدوم بالتكتونيك شحال ياك خدمتي ليها هاد هادي الا بغات تغسل عليها الخضره ولا النعناع ولا شي حاجه صراحه زوين هاد سيستم بحال هكا في لافابو فراسك شي حاجه جديده هادي. روبيني درتي ليها هاد الروبيني في البرونز فن تبارك الله الكوزينه جات غزاله والله الا جات زوينه. المهم راني غادي نخلي لكم كاع لي زانفورماسيون ديال داكشي هنا كاين هاد لابوبيل هادي فنه هادي كتزيدها الا بغيتي تزيدها تقدر تزيدها دابا انا الا بغيت نزيدها نقدر نزيدها من بعد تقدر تحسن كل باب الباب هادشي واقع انا ما نضمنش حيت جاش جنب ما تجينيش بصح ولكن زوينين الناس اللي باغيين يصلحوا الكوزينه حاولوا ديروا راه والله الا زوينه هاد الشبكه هنا درتو الفلتر فلتر زوين تينفع وتا هي سيستم بالفرانات راه البيبان كيرجعوا بوحدهم. هادي حيت جات في الجنب هذيك الفوقانيه المهم كتستغلوا كلشي حتى حاجه مكضيع داروا هنايا واحد الشبكه اخرى هنايا هادي تقدروا ديروا فيها حتى هي العطريه سوا دوك القراعي ديال اللي كيشدوا لي سباس ديال البلبوله والروز وداكشي صراحه والله الا هاد البلاكارات اللي كيكونوا بحال هكا ومقادين تتبقاو منظمين حياتكم تبارك الله عليك عبد الفتاح والله الا تبارك الله عليك كوزينه زوينه غنخلي لهم هما يقولوا لك الكوزينه كيفاش جاتهم. وانت هنايا بدينا درنا لانيش هنايا فين؟ حتى هنايا درت هاد لانيش واحده اخرى بحال ديك هي جات صغيره يمكن على هذيك ولكن حتى هي جات فنه غالبا الناس كيبغيو يحطوا فيهم غير داكشي اللي كيكون اللي كيبان اللي كيبان داكشي اللي كيبان والله الا غزاله فنه. مهم شوفوا معايا هاد لي نيش اللي تخدموا هنايا والله الا كيعطيو واحد الديكور زوين للكوزينه. مهم اي واحد يبغي صراحه يصلح حاولوا ما امكن انكم ديروهم راه تيجيو زوينين وتيعطيو الديكور خدمتي لها الدار كاملة الدار كلشي تكلفتي بالقبص بكلشي بالصباغة بكلشي فاش دواش معنا السيدة راه تكلفتي لها بكلشي صراحة حتى القبص هنا خدمتو في فن القبص راه ميزان تبارك الله ما كاينش فوط واحد وما بينش داك القبص هنا راه كنعطيو السليج صبغنا فوق السليج هنا صبغتو فوق السليج والله إلا زوين تبارك الله فاش عندهم جات الكوزينة في لاكارتاج ما بغاوش يحيدو السليج يعني بقى بس
صبغنا فوق منه نشوف واش كيبان. وهذا شو ما كتبان حتى شي حاجه. المهم هنايا راه قال لك هذا الجليج وصبغوا فوق منه حتى الجليج كان راكب مزيان، يعني ما عنده علاش ينوض من الحيط. الناس اللي بحال هكا متاكدين انه الجليج عنده مزوين وما باغينش يريبوا راه تقدروا بحال هكا تصبغوا فوق منه، ولكن بيان سو خاصكم تطيحوا على شي حريفي اللي شفتو كيبغي لاشارج ديال الادويه اللي كيكون في الاول خصو يتشارج مزيان باش ما يبقاوش يبانوا فيه دوك الحروف، دوك الحروف هذوك الفرقات بين الجليجه والجليجه. ولكن الصراحه والله العظيم انا اللي عجبتني محمقاني هي الكوزينه. خويا جي نتبادلوا نجيو عند السيده نقولها تعطينا نتبادلوا معاها الكوزينه هذه. صراحه البيج زوين عجبني وتبارك الله. شوفوا راه تجيو عنده المحل راه عنده الغضب ديال اللوان، يعني اختاروا اللون اللي عجبكم وراه كيتكلف بكل شيء. المهم تبارك الله عليك عبد الفتاح، وانا راه والله العظيم الا كنقولها اليوم دائما الا بغيتوا تاخذوا شي مول كوزينه وتكونوا بالكم هاني وما تعرفوش غادي يدير لكم شي مشكل ولا يدير لكم شي تقليبه، ننصحكم دائما بعبد الفتاح. تبارك الله عليك والله العظيم عمرك ما حشمتيني. يلا نضرب لكم موعد الفيديو الجاي. في امان الله وحفظه بسلامه.